خليني كده ارجع لسيبوه، لانه سيبوه دي برضو بعيده عن عمرو مصطفى اللي كان بيقدم بقى رومانسيه وجمال وحاجات. سيبوه فيها تحدي، انت بتخاطب مثلا جمهور الراب شويه، بتخاطب جمهور برضو اصغر بالجيل اللي لسه وجيل التيك توك اللي انت بتشوفه، انت بتخاطب مين؟ انا وراك لحد ما اعرف حكايه سيبوه ايه. سيبوه يا انا بخاطب عمرو مصطفى، انا بتحدى عمرو مصطفى، انا اتحديت نفسي. انا على فكره ما بتح... ما... من وانا لسه بلحن اغنيه كان دايما عندي عاده كده، كل ما الحن اغنيه اقول الاغنيه اللي قبلها وحشه، لا هعمل احلى، لا هعمل احسن، فدايما بتحدى نفسي. بس انا ما بوجهش سيبوه لحد، بس هي سيبوه ما كانتش تتأدى غير بالاداء ده، انت الاداء اللي هو حاسس ان ده ادائها أداها. هو صحيح. انا مش هينفع اجي اقول مثلا سيبوه وانا بحب مثلا، لا سيبوه يفضل سيبوه يعني خلاص انا ايوه، انفعلت. هي الكلمه نفسها اصلها يعني بالظبط لازم يكون ده ادائها، مفيش سيبوه نعمه بالظبط يعني. يعني بالظبط، لازم يعني يكون ما فيش فيها اكشن يعني. سيبوه اعمل لهم سيبوه كده مثلا، مش هينفع يعني سيبوه بطريقه، بالطريقه الاداء التمثيلي بتاعها اللي هو لازم يتقال كده، انا لحنتها بالاحساس ده. لا، وطبعا مصطفى، وحاطط والبادي وطبعا لانجوج بتاعك، وحاطط رجل على رجل وتواجه الكاميرا يعني. لا، في شغل كبير. طب وعايز اقول انا عايز كمان، اعمل معاك اتفاق يا عم، بس انا عايز اقول حاجه، اتفضل. النجاح ده ما كانش ليا لعمرو مصطفى لوحده، النجاح ده شارك فيه اسلام اللي وزع الاغنيه، ومصطفى نصر اللي كتب الاغنيه. وعلى فكره مصطفى نصر ليه اغنيه مكسره الدنيا دلوقتي برضو اسمها لو كان في ربوع انساني، دي مكسره في الوطن العربي كله، وده من احسن الشباب اللي موجودين دلوقتي وناجح بقاله سنه او سنتين ثلاثه، مكسر الدنيا، انا ترند على طول، مفيش اي اغنيه مش ترند عندي، ده انت شارك معايا في النجاح لازم اذكره طبعا. طبعا انت عارف يا عمرو، انا مبسوطه جدا ان انت كمان بتشارك معاك شباب لسه شباب كده طازج، بيكتب ايوه طبعا وبيوزع ايوه وبتشرف طبعا، عليهم لان وبتدخلهم معاك في التجربه، ده شيء هو حلو جدا يعني. هم لغتهم، هم في اجيال كل 5 6 سنين اجيال، فده اللغه بتاعته لازم انا اخد لغته واقدر اترجمها، ويبقى عندنا مصنع بيشتغل على طول. يعني انا مسمي المكتب بتاعي هو مصنع الموسيقى، لان أكيد. الفتره الجايه ان شاء الله، الفتره الجايه ان شاء الله اللي هيغني الاغاني بتاعتي، لان في الاول وفي الاخر انا هكون ملحن ومطرب، صح. فاللي هيغني الاغنيه بقوه انا هنتجها له، انا هجيبه عندي الاستوديو وهقول له تعالى، وهطلع 10 اصوات من مصر، طب وهروح جامعات مصر كلها دي حاجة، اشوف الاصوات اللي فيها. على طبعا فكرة دي حاجة حلوة قوي يعني، 10 أصوات من مصر، وإن احنا نركز. أنا حاسة إن أنت كمان اللي هو بتحط رجل جديدة مع جيل جديد، بتاخد منهم طاقة تانية مختلفة يعني، يعني بتتحدى نفسك بيها. لان اكتشفت سر في الموسيقى، اقدر اتحكم بيه في اي نوع موسيقى، واقدر اعمل اي نوع موسيقى بالشكل اللي يرقص اي حد. قدرت اوصل لبرمجه الموسيقى الحقيقيه اللي اقدر اعمل بيها اغنيه راقصه توصل للمستمع صحيح. بطريقه صحيحه. طب انا عايز اسال حاجه يا عمرو، يعني انت بتكتشف الشباب دول ازاي؟ بتوصل لهم ازاي؟ بوصل لهم ان انا بكتب بوستات على الفيسبوك، يا جماعه انا بدور على كذا وكذا، وبوصل لهم ان انا بسمع اغنيه حلوه مثلا في عن طريق اغنيه شفتها كويسه، فببعت للشاعر بقول له تعالى اتفضل. دايما بقول له ما تتعاملش معايا ان انا عمرو مصطفى اللي عمل 20 سنه اغاني، اتعامل معايا ان انا واحد صاحبك لسه اول مره تشوفه، عشان اقدر ان انا اوصله لمرحله التناغم معايا، وهو بيعيش معايا دايما في حياتي، فبيبقى عارف كل اسراري وكل حياتي أكيد. عشان يعرف يكتب اللي انا بحسه في اللحظه دي. بص، تعالى نعمل اتفاق، يعني اتفاق قولي مع بعض يعني، علشان اقدر اسيبك انا كمان يعني. هنعمل ان شاء اتفاق الله. انه انت قلت لي حاجتين النهارده، قلت لي ان انت عندك مصنع دلوقتي، مكتبك بقى مصنع للموسيقى، وانا سعيده بالظبط جدا، نفسي ان يعني يتحول مصنع الموسيقى ده في كل مكان. مصر محتاجه الغنى، محتاجه انها تغني وتطلع وتحط كده تجارب حلوه. فالمصنع ده احنا عايزين ندخله بكاميراتنا ونسجل معاك ونشوف طبعا حالة الشباب الحلوة دي اللي انت طبعا، هتقدمهم ونبقى بس موجودين. هتلاقي حالة بهجة بقى رهيبة، مش هتلاقي عمرو مصطفى الوقور اللي احنا بيطلع يتخانق موافقين، ده. احنا موافقين. الحاجة التانية، انا عايز شرفوني. اعمل معاك تجربة حقيقية على الاورجانيك اللي انت بتقول عليه. هنعمل ايه؟ يلا. انت هتشرفنا في التاسعة، احنا عندنا صفحة اوكي. محترمة جدا بتاعة التاسعة موجودة، الصفحة بتاعتنا ممكن حتى نبقى نحطها في البرنامج دلوقتي، وصفحة التاسعة كلها اورجانيك،
يعني لو انت قعدت غنيت هنا معاك الجيتار، معاك الحانك، معاك حاجه، ده امتحان الاورجانيك الحقيقي. صفحه التاسعه التلفزيون المصري، بس القناه على فكره الاولى. كمان، على فكره تقدري تتاكدي من الاورجانيك ان اي حد بيعمل حاجه مش اورجانيك بيتعمل سبونسر، بيبقى موجود ان هو دافع. اه ممكن تتاكدي من اي حاجه لعمرو مصطفى، لو مش هتلاقي كلمه سبونسر لا فيها لا ليه، انا لان ده متاكده، انا مبسوطه من اللي بتقوله، بس انا عايزه اطبق الاورجانيك معاك، وعايزه كمان ان احنا ندخل معاك، استاذنك ندخل معاك تجربه الشباب اللي انت بتقول عليها، العشر شباب دول او اي شباب، يعني خلي صفحه التاسعه معاك، يبعتوا لنا ونبقى احنا كمان معاك، ويبقوا يا ريت. موجودين يلا معانا على يلا، الصفحه، لان ومن دي محافظات مصر الصفحه، كلها. البرنامج ده اساسا يقدم في التلفزيون المصري، تلفزيون بلدنا، فبلدنا لازم تكون مع ولاد البلد دول، فبما انك بتعمل ده فهنعمل ده. انا مستنياك هنا وجاهزه، الشاي عندي جاهز اهو، يا هحضره فندم ده شويه يشرفني، قهوه يشرفني ونقعد كده نعمل غنى حقيقي راقي، وصوتك طبعا يوصل للناس تاني. طبعا خلاص طبعا، يشرفني.